خشي تعالي يا شمس، خد البيت دي اقفل عليها الباب، ما اسمع لهاش حس. فزي وانت خبيثة. ايه اللي وداكي هناك؟ كنت رايحة ادور على حسن. هتدوري على حسن ولا تتفقي مع امك عليا؟ عارفة ايه اللي مصبرني عليكي؟ اني خلفت من ولدي، غير كده كنت جت فيك النار. تقديها نار ولا شرار؟ انا مال انا؟ انت وعيالك مع بعض، انا ماليش دعوة. يلا غوري على فوق، غوري. وانا بقول لك اهو، هو سواد الليل، ولو ولدي ما رجعش محدش يلومني على اللي هعمله. بتعملي ده يا ست كريمة؟ وفين مروان؟ اللي بعمله؟ باجن يا حضرة العمدة، توك ما افتكرت قمت بطلت من مكانك يا اخويا، وجيت عشان قالوا لك كريمة واقفة قدام بيت جبرية، ما اتنبطتش ليه يا حضرة العمدة؟ وجتني لما جبرية كانت جايبة رجالتها وبالسلاح. طب ايه؟ اهدي بس، انا هعمل لك اللي انت عايزاه. هتعمل لي ايه؟ هتعرف تعمل لي ايه؟ لا عمل هتعمل لي قال. طبعاً ما انت جاي في ظهرها وواقف معاها وبتحاملها، ما البيوت اتلخبطت على بعضها. اسمع ما اقولك باب الجبريه، اقولك زعلت العمده ما بسمعش حد. يا ست كريمه، الناس بيقول لي انك انت ضربت الشيخ بالرصاص. صلاه النبي احسن، تعالي يا حكومه امسكيني، تعالي اقفشيني. ضربته كده من الباب للطاق ولا كنت بدافع عن نفسي وعن بناتي؟ جبريه جايه وبرجالتها ومسلحين. اسمعي يا كريمه، اعمل ايه؟ اسمعي يا كريمه، ما تخليش اتعامل معاكي بشكل يزعلك. لو النبي هتعمل ايه يا حضره العمده؟ ها؟ هعمل المفروض يتعمل. اوعى تفتكر انك انت فوق راسك ريشه، البلد دي كلها واحد مع بعض، زيك زي جبريه زي مروان، كلكم واحد. القانون هو اللي بيحكم البلد دي، واللي مش عايز يمشي تحت طائله القانون هياخد على دماغه ويتحبس مهما كان هو مين وابن مين. اتفضلي معايا يا ست كريمه. اتفضل معاك على فين يا حضره المامور؟ اتفضلي معايا بعد اذنك. لا، اما اطمن على بنتي الاول، خطفتها جبريه زينب حامل يا حضره المامور، وانا خايفه الوليه الشريره دي تعمل في البنت حاجه. رجلي مش هتتنقل هنا غير لما اطمن على بنتي. انا بقول لك اهو، خدها بالقوه. ايه ده يا محرم بيه؟ الامور هنا ما بتتاخدش كده. تتاخد زي ما تتاخد، خدها بالقانون، نفذ القانون. خدني خدني عشان يرتاح ويهدى. خدني يا حضرة المأمور، بالإذن يا عمدة. بالإذن يا أخويا. إيه؟ مش عايز لمة هنا. تفضلوا كل واحد يروح يشوف شغله. مش عايز لمة. لما حضرة المأمور يبعت لأي حد عشان يقول شهادته يروح ويدلي بشهادته، وإلا هو اللي هيتسجن. إيه البلاوي دي؟ ايه اللي انت عملتيه ده يا ست جبريه؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عملت ايه يا عم؟ عرفت ان مرت ولدي بعافيه، قلت اجيبها تقعد كام يوم يعني، واخدمها كمان برموش عيني. ايه ده؟ مش ولدك ده انت خدت عزاه؟ بعد الشر عليه. ليه يعني؟ امه وعيالها وزعلوا وتصافوا. فيها ايه؟ تشرب قهوه؟ زينب لازم ترجع بيتها. اها، ما هو بيت ام جوزها يعني بيتها يا عمده، ولا انا غلطانه؟ لما انت عارف ان مروان رمى اخوه في مستشفى المجانين، قلت ليش ليه؟ خليتش الغندور اختك تقول لي ليه؟
انت مين اللي قالك؟ بنتك عشان الحق حسن قبل ما يموت. انا قلت لها ما تقولكيش. وانت ليه كنتش عايز نعرف؟ عشان مش عايز المشاكل اللي بينكم وبعض تكتر اكتر من كده. انا كنت هتصرف، كنت هسافر واجيبه. انا ما فهمكش يا عمري، لما انت يعني خايف على مروان كانت كده ليه جيت تتفق معايا ان الشغل والفلوس يبقوا في يدنا؟ دي حاجه ودي حاجه تانيه. المشاكل بتاعت الشغل دي بتتحل بطريقه، مشاكل البلد بقى اللي انا مسؤول عنها، اللي انا عمدتها، مسؤول عن كل كبير فيها وصغير، بتتحل بشكل تاني خالص. طيب يا عمده، زينب ما هتطلعش من هنا، ده بيت جوزها وانا ام جوزها، ايه قولك؟ انت تهجمت على بيت كريمه، بيت عبد الحكيم وجبريه وعيالهم، هي اللي منعتني من بيت جوزي. طب انا مستعد اتدخل واحل المشاكل اللي بينكم. عايزهاش تتحل. الله. اقول لك انا، انت عاوز تبقى الكبير، تبقى كل حاجه تحت يدك، البلد والناس والشغل والفلوس وماله. حاضر، بس بشرط. اللي هو ايه؟ نروح نطلع حسن وبعدين نتكلم. اهدى يا شاهد. اهدى ازاي؟ قال امي ما ينفعش تبات ليله واحده في الحجز. طب اهدى عشان نعرف نتصرف. تتصرف؟ انت لو كنت عايز تتصرف بصحيح ما كانتش جت هنا اصلا. محاميه وعارفه ان دي كلها مجرد اجراءات قانونيه. وبعدين دلوقتي الاهم ان احنا نطمن على الشيخ. عموما انا اتصلت بالمستشفى واطمنت عليه. حالته كويسه؟ كويس يعني. لا مش كويس. عشان امي تتجاب هنا زي المجرمين والحراميه. وبعدين هي عملت ايه يعني؟ دي كانت بتدافع عن نفسها. جبريه دي مولعه بيت خالي قبل كده والبلد كلها شاهده، وكمان موت ابويا. ده كلام معلهوش اي دليل. لا انا متاكده كويس قوي من اللي انا بقوله. طب اهدي اهدي بس عشان نشوف هنحل الموضوع ده ازاي. اللي عملته الست الوالده ده غلط يا استاذه شاهد. الغلط اللي عملته جبريه يا ست المأمور، هي اللي اتهجمت على اختي وامي وكانت عايزه تموتهم، وانا عايزه اعمل محضر رسمي بالكلام ده ويتاخد فيه اقوال الشهود. وعايزاك تبعت تجيب زينب وتسالها هي جبريه ازاي خدتها من البيت. يا حضره المأمور، الست جبريه دي مش طبيعيه، وانا خايفه جدا على اختي معاها. انا رحت للست جبريه واتكلمت معاها، وبعدين هي نزلت مصر. بص يا شاهد، الكلام اللي اقوله لك دوت حطيه حلقه في ودانك، لانه فعلا حصل. حطيه في اعتبارك وانت بتتكلم مع اي حد. اللي هو ايه؟ الست والدتك ومروان دخلوا حسن مستشفى الامراض العقليه. وطبعا الكلام ده لما وصل للست جبريه مخاشت وعندها حق. ايه الكلام السخيف اللي انت بتقوله ده؟ بس هو ده اللي حصل. والدتك دلوقتي نزلت مصر مع حد من طرفي عشان تطمن عليه. وعموما انا كلمت المستشفى عشان نشوف ممكن نخرجه ازاي. ايه ده؟ ان الشيخ ما يحصلوش اي انتكاسه وفعلا تطلع حالته كويسه. لان لو حصل له انتكاسه وحالته ساءت ومات، موقف الست الوالده هيبقى صعب جدا جدا. انا عموما اتفقت مع سياده المأمور نبعت حد يسال زينب. اسالها في ايه؟ ده البلد كلها شافت. ايوه، بس زينب هي اللي لازم تقرر هي قاعدة في البيت ده بمزاجها ولا غصب عنها؟